جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. جرى خلاله استعراض دعم العلاقات الثنائية الوثيقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين على كافة المستويات. وأكد جلالة الملك المفدى على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية والحرص المستمر على تطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين. وأكد الجانبان حرصهما على دفع مسار التعاون والتنسيق والعمل المشترك وتفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة لمزيد من الإنجاز بما يحقق أهداف وتطلعات البلدين الصديقين. وأشاد بالتعاون البحريني الفرنسي في المجالات الشبابية والتدريب الرياضي. كما تبادل جلالته والرئيس الفرنسي خلال الاتصال وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبحثا التطورات المستجدة في الخليج العربي والشرق الأوسط والبحر المتوسط وآخر مستجدات الأزمات في المنطقة وبخاصة الأزمتين السورية والليبية. وأكد أهمية العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز الحلول والتسويات السياسية لأزمات المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها في التنمية والاستقرار والسلام والتعايش. وفي هذا الإطار أشاد حضرة صاحب الجلالة بالدور المحوري للجمهورية الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون وجهودها الفاعلة بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام الإقليمي والعالمي ومكافحة الإرهاب. كما تطرق الجانبان إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا وآليات التعامل معه واحتواء تداعياته، حيث هنأ جلالة الملك المفدى الرئيس الفرنسي على قيادته الحازمة في السيطرة على هذا الوباء متمنيا الخير والصحة والسلامة للشعب الفرنسي الصديق وكل شعوب العالم الصديقة. من جانبه أشاد فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بجهود جلالة الملك المفدى في ترسيخ روابط الصداقة التاريخية وتطوير مجالات التعاون الثنائي مع الجمهورية الفرنسية، وأثنى على المبادرات الرائدة لجلالته والتي تعكس دور مملكة البحرين في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، منوها بدور البحرين وتعاونها المستمر لتحقيق كافة الأهداف التي تعود بالنفع على الأمن والسلم في المنطقة.